الكاظمي يعلن بدء مرحلة إعادة القانون ويتعهد بعدم السماح بسرقية المال العام. هذه العملية هي لضرب الخلايا النائمة وللمضافات اللي زودنا بها من قبل الاستخبارات. بصفحتها الرابعة، القوات المشتركة تدخل بساتين فديالا لأول مرة، والحصيلة قتل وتدمير أوكار للإرهابيين. المستشارة الألمانية تستبعد السيطرة على كورونا إلا بالتضامن والتعاون الدولي، وطهران تسجل ارتفاعا بأعداد المصابين بالفيروس. القوات اليمنية تشن هجوما عسكريا في محافظة الحديدة. أطراف الصراع تتسلم مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة المستمرة. السلام عليكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت، ولن تسمح الحكومة بسرقة المال العام في المنافذ الحدودية. وخلال إعادة افتتاح منفذ مندلي أشار الكاظمي إلى أن الحكومة أعدت الخطط الكفيلة لمحاربة الفاسدين، وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب. نبعث رسالة إلى كل الفاسدين، اليوم احنا مرحلة إعادة النظام والقانون. هذا المطلب وليس مطلب الحكومة فقط، وإنما مطلب الشعب، الكتل السياسية، الفعاليات الاجتماعية والحكومة. هذا المال اللي ينهدر تحت عناوين متعددة راح وقته. وأبلغ كل العاملين في هذا المنفذ، اليوم بدينا مرحلة جديدة مثل ما وعدنا بموضوع المنافذ، اللي هو تحول مع الأسف الشديد إلى وكر ومعبر وموضع قدم للفاسدين. بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، انطلقت عملية أبطال العراق الرابعة لمطاردة فلول داعش الإرهابي وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى وتطهير الشريط الحدودي مع إيران. عملية انطلقت بمشاركة مختلف صنوف القوات الأمنية وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي. عملية أبطال العراق هي عمليات عدت لها بكل دقة لمتابعة أوكار الخلايا النائمة في محافظة ديالى. هذه المحافظة عانت الكثير من ظلم واعتداءات داعش. هذه الحملة هي لتطهير المحافظة من كل أو موضع قدم، ولحد هذه اللحظة العملية تسير بطريقة ممتازة، وسوف تستمر عملية لفترة لحد ما ننهي أي تواجد لهذه الجماعات الإرهابية وعودة النازحين إلى قراهم أو أماكنهم. جولة الكاظمي في محافظة ديالى شهدت زيارة مقر العمليات المشتركة والمقر الجوال لقوات الشرطة الاتحادية وهيئة الحشد الشعبي للاطلاع على العملية العسكرية ورفع معنويات المقاتلين. الجولة شملت أيضا زيارة إلى منفذ مندلي ليعلن من هناك الحرب على الفاسدين الذين يسيطرون على المنافذ الحدودية ويسرقون ملايين الدولارات سنويا. هناك جماعات إجرامية، عصابات، فاسدين كانوا يسيطرون على هذه المنافذ. هذه الرسالة أنه هذه بداية الحرب على الفساد. الحرم الجمركي اليوم سيكون تحت حماية قوات عسكرية، وعندها الحق بإطلاق النار على كل متجاوز على الحرم الجمركي. عمليات عسكرية استباقية لضرب الجماعات الإرهابية وأخرى لضرب الفاسدين، تهدف من خلالها الحكومة إلى استعادة سيطرتها على الأراضي والمنافذ كافة لفرض سيادة الدولة. عمليات عسكرية مستمرة لدك حصول داعش الإرهابي ومطاردة فلوله من أجل فصل الأمن والاستقرار في عموم البلاد.
السمائي لمحافظة ديالى محمد جبار العراقية الإخبارية. الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أكد أن العملية التي انطلقت اليوم اشتركت فيها جميع القطاعات البرية والجوية في قاطعي صلاح الدين وديالة، وأشار إلى أن العمليات تميزت باتجاه أهداف مهمة ونوعية مع عمليات خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، في الساعات المبكرة من صباح هذا اليوم تم الحقيقة انطلاق عملية أبطال العراق المرحلة الرابعة. هذه العملية مهمة جدا، توقيتها مهم، أيضا هي في منطقة ديالى، ومنطقة ديالى شهدت في الآونة الأخيرة بعض العمليات الإرهابية، لذلك كان هناك عدة محاور، محور الرد السريع، محور قيادة قوات الحدود، محور جهاز مكافحة الإرهاب، وأيضا تشترك قوات من الدشمرقة، محور الجيش العراقي، محور الشرطة الاتحادية، ومحور الحشد الشعبي، بالاشتراك مع طيران الجيش والقوة الجوية. قبل انطلاق هذه العملية كان هناك بعض العمليات النوعية اللي استطاع الحقيقة قواتنا الأمنية من إلقاء القبض على المطلوبين، وأيضا قتل بعضهم ومطاردة البعض الآخر. أكد قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان خالد كاظم أن القوات المشتركة حققت تقدما رائعا في جميع المحاور القتالية خلال عمليات أبطال العراق في مرحلتها الرابعة. عمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة تنطلق في محافظة ديالى بتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، وبحضور ميداني من قبل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي. ملاحقة بقايا داعش الإرهابي وتدمير أوكارهم وتطهير مساحات شاسعة من الأراضي والبساتين والمناطق الجبلية، نتائج تحققت في اليوم الأول لانطلاق العملية. نحن بدأنا في جسر الزرقاء في العملية الثانية، الثالثة تحولنا بالمناطق الكائنة ما بين محافظات ديالى وصلاح الدين وسامراء، واليوم جينا إلى ديالى اللي نشعر أنه التهديد الأكبر لخلايا داعش هي موجودة في محافظة ديالى. هذه العملية هي لضرب الخلايا النائمة وللمضافات اللي زودنا بها من قبل الاستخبارات. تم قتل 3 من الإرهابيين، تم تدمير عدة مضافات، هناك مضافة كبيرة في جبال حمرين تم العثور عليها من قبل لواء القوات الخاصة، أيضا شرطة ديالى والفرقة الخامسة عثروا في محورهم على عدد من قنابر الهاون، إضافة إلى القبض على مطلوبين. قائد عمليات ديالى أكد أن قطاعات الجيش والشرطة الاتحادية وقوات جهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع وقطاعات الحج الشعبي حققت تقدما رائعا من خلال محاور مختلفة، واستطاعت الوصول إلى أوكار داعش الإرهابي وسط إسناد طيران الجيش والقوة الجوية. عمليات استباقية وعمليات نوعية، وتم تحديد أماكن المضافات والأهداف المطلوبة، وتم معالجتها بشكل سريع منذ صباح اليوم، ومثل ما تفضل السيد نائب المشتركة تم تدمير كثير من المضافات وقتل عدد كبير من الإرهابيين. تعرف بعد نجاح العمليات في كركوك وفي سامراء وفي صلاح الدين تسرب العدو إلى هذه المحافظة وبعدات كبيرة، والآن نحن بصدد القضاء عليهم، لدينا معلومات كاملة أين يوجد العدو. فتح الطرق ضمن قرية الخيلانية من أجل عودة النازحين، والمحور الرابع هو منطقة التوكل وبابلان من أجل مسكها من قبل قيادة الحشد الشعبي وإعادة أهلها المهجرين. بتخطيط مباشر من قبل قيادة العمليات المشتركة، عملية أبطال العراق الرابعة تنطلق في محافظة ديالى لملاحقة ومطاردة بقايا داعش الإرهابي، وسط تأكيدات القيادات الأمنية بأن محافظة ديالى لن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين. من محافظة ديالى، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. الفرقة التاسعة في الجيش كان لها محورها بالصفحة الرابعة من أبطال العراق، حيث تمكنت من تطهير مساحات كبيرة من بقايا داعش على أن تستكمل ما تبقى من مسؤوليتها قبل المجيء بقوة خاصة لمسك الأرض.
أبطال العراق في مرحلتها الرابعة تنطلق في محافظة ديالى لملاحقة ما تبقى من فلول عناصر داعش الإرهابي في مناطق التماس، والتي تفصل بين القوات الاتحادية بمختلف تشكيلاتها وقوات البيشمركة، إذ تعد هذه المناطق رخوة أمنيا مما قد يسهل حركة الإرهابيين فيها. العملية تستهدف تعقب العناصر الإرهابية ضمن قاطع محافظة ديالى في مختلف المناطق. العملية أيضا تستهدف الحدود الفاصلة والثغرات اللي قد تكون موجودة على الحدود مع الجمهورية الإسلامية أو مع حدود الإقليم. أيضا هناك يعني عادة انفتاح وتقييم للوضع الأمني ضمن القاطع. القوات الأمنية توزعت على عدة محاور لتضييق الخناق على الإرهابيين المتخفين في سلسلة جبال حمرين والقرى والمناطق القريبة منها، إضافة إلى الشريط الحدودي مع إيران شمال شرقي البلاد. للفرقة المدرعة التاسعة محور مهم ضمن هذه العملية ضمن قاطع محافظة ديالى. حاليا قطعاتنا تقوم بتفتيش وتطهير منطقة أو قاطع لواء العشرين ضمن الفرقة الخامسة بمحورين، محور متمثل باللواء المدرعة 35 ومحور متمثل باللواء 37. حاليا حققوا كثير من الأهداف ضمن هذه المرحلة، والعملية مستمرة إلى أن تحقق أهدافها إن شاء الله. على امتداد أكثر من 17,000 كيلو متر مربع نفذت القوات الأمنية المسلحة بمختلف تشكيلاتها عملية أمنية جديدة لملاحقة عناصر داعش الإرهابية وفلوله المنتشرة هنا وهناك. مهدي الفرطوسي، العراقية الإخبارية، محافظة ديالى. في يومها الأول، عملية أبطال العراق بصفحتها الرابعة تسفر عن تطهير مناطق في شرقي محافظة ديالى، طالما كانت مصدرا للتوتر الأمني نتيجة لعودة جماعات داعش الإرهابي إليها، ونتيجة لاتخاذها منطلقا لعملياتها داخل المحافظة وفي المحافظات المجاورة، حيث تمكن الحشد الشعبي من تطهير هذه المناطق ومن تدمير أوكار داعش فيها. ها هي مضافات داعش الإرهابي أحكم الحشد الشعبي سيطرته عليها في أول أيام عملية أبطال العراق، والتي كانت ساحتها شرقي محافظة ديالى قرب الحدود العراقية الإيرانية. نتائج العملية لحد الآن تفكيك 6 عبوات والعثور على مضافتين للعدو أساسية توجد فيها مؤن وأرزاق جافة ومواسي فور معدل التفجير. احنا بدأنا بالعملية الساعة 600، ان شاء الله العملية مستمرة وتفتيشنا يصير بطيء لحين نتوصل الى مضافات العدو بشكل كامل. الاهداف التي وضعت مسبقا تم حسمها بعملية وصفت بالنوعية، وانطلقت من 3 محاور اساسية تبعا لجغرافية الارض الوعرة، فالقطعات تمرست على هذا النمط من المعارك في المناطق الزراعية المفتوحة، إذ حسمت المعركة قبل التوقيتات الزمنية المتوقعة. أكثر من 7 أشهر بالمنطقة، المنطقة صارت لنا دراسة كاملة، معلومات كاملة بأنه يوجد فيها مضافات وتوجد عناصر لداعش في هذه المنطقة. الحمد لله دخلنا إحنا اللواء الأول من 3 محاور، و الآن الحمد لله وصلت كل المحاور إلى أهدافها وحققت. العملية أسفرت عن تدمير مضافتين وأنفاق كانت تستخدم كمخابئ للعناصر الإرهابية، فضلا عن العثور على عجلة كانت معدة للتفجير. تهدف العملية بحسب القادة الأمنيين إلى تطهير الأماكن الرخوة وعودة ما تبقى من النازحين إلى محال سكناهم. تقدم اللواء الأول ب3 محاور وحسب الإحداثيات التي أعطيت من قبل القيادة، وتم الشروع في الساعة 600 صباحا باتجاه الأهداف المرسومة إلينا. في أول أيام عملية أبطال العراق، ضربات استباقية للعناصر الإرهابية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة أثمرت عن الإجهاز على مضافات ومعدات للعناصر الإرهابية كانت معدة للاستخدام. من منطقة نفط خانة في محافظة ديالى، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية. ردود أفعال مرحبة من مواطني محافظة ديالى بشأن زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المحافظة في ظل الظروف التي تشهدها، لا سيما في نقص الطاقة الكهربائية، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى محافظة ديالى تركت صداها في الأوساط الشعبية والثقافية والسياسية، حيث وجدتها تلك الجهات بالمثمرة للاطلاع بشكل ميداني وواقعي على مجمل ما تعانيه المحافظة من مشاكل مختلفة، وأبرزها ما يتعلق بواقع الكهرباء والمنافذ الحدودية وإيراداتها. موضوع الكهرباء طبعا ديالى متأذية كثيرا بالكهرباء، مع العلم عندها محطة المنصورية محطة يعني كبيرة جدا وتكفي تقريبا نصف أو ثلاثة أرباع ديالى، لكن هي مجهودها مو للمحافظة. اليوم سيد رئيس الوزراء زار طبعا منفذ مندلي، وإن شاء الله منفذ مندلي فد منفذ مهم، وإن شاء الله إيرادات المنفذ تعود إلى خزينة الدولة، وهي شيء من الزينات، وخصوصا مثل ما تعرفون البلد تمر بأزمة مالية. مواطنون وأكاديميون رأوا أن ديالى لم تستفد كثيرا من إيرادات المنافذ الحدودية في ظل سوء فساد واضح في هذا الملف وتردي الخدمات الأساسية رغم الأموال المخصصة لها، معربين عن أمنهم في إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلات من خلال هذه الزيارة المهمة. عندنا منفذ الحدوديات بس كل شيء ما مستفادين من عدد زين، هاي المنافذ الحدودية سمعنا أنه سيطروا على القوات الاتحادية، فإن شاء الله بالجديد بلكن الله يكون لنا حصة من عدها على الأقل محافظة ديالى بهاي جيتهم إن شاء الله. جاءت زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة ديالى وسط ترحيب شعبي كبير على عمل تذليل جميع المعوقات والمشاكل التي تعاني منها المحافظة لا سيما الخدمية منها. من محافظة ديالى دريد المعموري، العراقية الإخبارية. في الملف الصحي مشاهدينا الكرام، سجلت مختبرات وزارة الصحة 2734 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تمثل 1699 حالة للشفاء. وزارة الصحة أكدت في بيان لها أنه تم فحص 10377 نموذجا في كافة المختبرات المختصة، مشيرة إلى أنها سجلت 95 حالة وفاة، وتصدرت العاصمة بغداد مجموع الإصابات ب 988 حالة بعدها ذي قار ب 236 حالة. تحركات جديدة أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة بغداد من أجل افتتاح عدد من المؤسسات الصحية في ظل الظروف الحرجة التي تشهدها البلاد وانتشار الفيروس، حيث تعمل الوزارة على إنهاء العمل بعدد من المستشفيات المتلكئة. اجتماعات مستمرة بين وزارة الصحة ومحافظة بغداد والهدف القطاع الصحي. قضاء الحسينية في بغداد كان وجهة المجتمعين في جولتهم الميدانية التي كشف فيها عن قرب افتتاح مجمع طبي إضافي في مستشفى الشهيد الشيخ ضاري فياض. هذا المجمع سيضم أكثر من 300 سرير لمختلف الاختصاصات الطبية. هذه المستشفى سيبدأ إن شاء الله قريبا تجهيزها وإشغالها خلال فترة قريبة بإذن الله وإدخال الخدمة. طبعا ما راح تكون الخدمات المقدمة بها هي مخصصة لمرضى كورونا، وإنما الخدمات العامة لمرضى الجراحة والباطنية والأطفال والنسائية والحرق كما ذكرنا. أيضا تم إعداد المخططات اللازمة لإنشاء مستشفيات عدد 2 ضمن نفس الرقعة الجغرافية وضمن نفس المجمع. ما يعرف بالمستشفى التركي في قضاء الحسينية كان هدفا في هذه الجولة أيضا، إذ تابعت وزارة الصحة ومحافظة بغداد عملية إنجاز المستشفى التي تعاني من ضائقة مالية مثل مثيلاتها في بقية المحافظات. الجهات المعنية بيّنت أنها تحاول بأسرع ما يمكن لإيجاد حلول مالية للمضي بإكمال كافة المستشفيات متلكئة الإنجاز. عندنا أموال، يعني أبواب ما بها أموال، وعندنا أبواب بها أموال لم تجزم. الآن أكو محاولة لنقل هذه الأموال من هذا الباب
الى هذا الباب، عم تستمر المشاريع كلها ظل تعمل سبحان الله ساعه على ساعه فرج، لربما نهايه السنه او شو اسمه تجينا يعني تعويضات نكمل بقيه مشاريعنا. المهم ان لا تتوقف هذه المشاريع. سيكون الانجاز باذن الله تعالى في منتصف العام القادم، ستكون كذلك اضافه كبيره نوعيه وكميه للخدمات الطبيه والصحيه في هذه المنطقه. باقصى طاقاتها تحاول وزاره الصحه والحكومات المحليه بالمحافظات تطوير القطاع الصحي بإنشاء مجمعات طبية متكاملة، فضلا عن مستشفيات جديدة متخصصة بمرضى فيروس كورونا المستجد. والأموال عامل أساس بمعادلة النجاح التي ينتظرها المواطنون. من بغداد ياسر عامر، العراقية الإخبارية. وضمن الجهود الحكومية الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا وفك الضغط عن المؤسسات الصحية المتهالكة، مجلس الوزراء يوجه بتخصيص مبالغ مالية طارئة لاستكمال الأعمال بالمستشفيات المتلكئة في محافظة ذي قار وفي محافظة ميسان. على عجالة، مجلس الوزراء يخصص مبالغ مالية طارئة لاستكمال المستشفيات المتلكئة في ذي قار وميسان بعد وصول نسب الإنجاز فيها إلى أكثر من 90% على أن تذلل جميع العقبات لإنجازها في مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي. هناك توجيه من دولة رئيس الوزراء بأنه كل المستشفيات المتلكئة بدأنا بها، المستشفيات التركية في كربلاء إن شاء الله نهاية هذا الشهر سينجز العمل بها كامل ويتم استلامها، وفعليا بدأنا بالاستلام. تم حل حالة المشاكل لمستشفى الناصرية، وتم السماح لي والموافقة للعمال بالعودة من تركيا إلى مدينة الناصرية الحبيبة، وإن شاء الله سيباشرون بالعمل، وأيضا بالبصرة والعمارة. وبينما تعول وزارة الصحة على سرعة إنجاز تلك المستشفيات ودخولها الخدمة، تتحرك وزارة المالية لإنشاء 5 مستشفيات سريعة مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية في 5 مواقع مختلفة بتمويل من بنك التنمية الألماني مخصصة لمكافحة جائحة كورونا. مجلس الوزراء خول السيد وزير المالية التعاقد والتوقيع مع البنك المائي الألماني لمنح العراق مبلغ 15 مليون يورو لإنشاء 5 مستشفيات في 5 أماكن متفرقة. هذه المستشفيات مجهزة بالأجهزة والمعدات الكاملة، وهي سريعة الإنجاز وطائعة الكلفة. وإذا ما دخلت تلك المستشفيات الخدمة سريعا، فإنها ستسهم في فك الضغط عن المؤسسات الصحية المتهالكة التي تعاني من قلة في الأجهزة الطبية والبنى التحتية المناسبة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا. ويبدو أن الدولة بحاجة إلى تغيير آلية إنشاء المنشآت الصحية وبناء المستشفيات بعيدا عن البيروقراطية السابقة التي أسهمت في تعطيل إنجاز الكثير من المنشآت الصحية في عموم البلاد، فضلا عن تغيير سلوك ونمطية إدارة تلك المنشآت من قبل الكوادر الصحية. من بغداد، سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية. على الرغم من رسائل الطمأنة التي تبعثها العديد من المؤسسات المهتمة بتداعيات وباء كورونا، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت من أكثر مصادر القلق لدى المواطنين بسبب نشر أخبار لضحايا الوباء وبشكل ملفت. بقصد أو من غير قصد، تحولت صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك إلى لوحة إعلانات للموتى من ضحايا وباء كورونا والموتى الآخرين، الأمر الذي ولد ردود فعل سلبية لدى المواطن العراقي الباحث عن من يبعث الطمأنينة في نفسه في زمن كورونا. هاي شيء غلط انه واحد ينشر شغلات، يعني هسه استاذ ادخل على الفيسبوك وشوف كلها، تفوت صفحاته كلها تلقيها كلها هاي موات فلان وموات فلان، هذا شيء غلط. حالة الخوف والهلع التي ولدتها تلك المنشورات في صفحات التواصل الاجتماعي دفعت البعض إلى إغلاق صفحاتهم والابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير المزاج والحالة النفسية. هاي الشغلة حالة نفسية بالنسبة لي، أغلقت الفيس مالتي. ليش؟ لأن ما ياهل قبل وفاة فلان شغلة فلان شغلة، وهاي الشغلة مو محبذة. اللي يموت الله ومحمد وعلي وياه، الله يرحمه برحمته الواسعة،
هاي تأثر علينا. صفحات التواصل الاجتماعي وما ينشر بها شكل من أشكال الإعلام الذي يجب إدراك خطورته، خصوصا في زمن مثل زمن كورونا. من بغداد، رزاق العقيلي، العراقية الإخبارية. مشاهدينا الكرام، في الملف الدولي والعربي، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لا يمكن السيطرة على أزمة جائحة كورونا إلا من خلال التضامن والتعاون على المستوى الدولي. ميركل أضافت أنه في حال وجود رد عالمي على هذا التهدي، ستكون هناك فرصة للسيطرة على الجوائح الآن وفي المستقبل، وأشارت إلى أن حكومتها تدعم من أجل ذلك الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا، وأنها تشارك في برامج المنظمات الدولية، خاصة في منظمة الصحة العالمية وفي صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي. سجلت إيطاليا 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبعة وفيات. الهيئة في الدفاع المدني لإيطاليا أكدت أن العديد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع خلال الساعات 24 الماضية بواقع سبع وفيات، فيما بلغ عدد ضحايا الجائحة 349,045 إصابة منذ تفشي هذا الوباء. مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر فيما يجري في إيطاليا من عمليات معالجة لوباء كورونا، ينضم إلينا أحمد التميمي زميلنا هنا عبر خدمة سكايب. أهلا بك أحمد، ما الجديد لديك من حالات وباء كورونا أو من حالات الشفاء، أو كيف تعالج الحكومة الإيطالية هذه الحالات؟ شكرا حمزة، تحياتي لك. طبعا هذه الأعداد كما قلنا في السابق هي أعداد متوقعة بالنسبة للحكومة الإيطالية، يعني حتى مع قرب انتهاء الأزمة قبل شهر تقريبا، توقعت الحكومة الإيطالية ولجنة الحماية الوطنية المسؤولة عن قيادة هذه الأزمة بأن تبقى الأعداد تتراوح من 100 إلى 300 إصابة، لكنهم الآن أنجزوا يعني شيء كبير بالنسبة للوفيات عندما قللوها إلى هذا العدد. طبعا هذا جاء بالتأكيد بعد حصر الفيروس في الشمال. طبعا هناك العديد أو أغلب الأقاليم الإيطالية لم تسجل أي إصابات لحد الآن، فقط في إقليم لومباردية المنكوب طبعا، وبالتحديد مدينة ميلانو والمدن القريبة منها. هذه وطبعا بالمناسبة أغلبها لكبار السن الموجودين. اليوم إيطاليا في إجراء جديد ربما منعت من دخول 13 يعني زائرين أو سياح إلى إيطاليا، من ضمنهم طبعا ثلاث دول عربية منها الكويت، عمان والبحرين أيضا، نسبة لارتفاع الإصابات الكبيرة في هذه البلدان. حتى فيما يتعلق بحالة الطوارئ التي من المنتظر أن تنتهي في 31 من هذا الشهر، مددت إلى من المتوقع أن تمدد. يعني الآن الأوساط الإيطالية الحكومية أو القريبة من الحكومة تتحدث عن تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية العام الحالي، نسبة يعني إلى التوقعات الحكومة الإيطالية والمختصين الطبيين ولجنة الحماية الوطنية الإيطالية. طيب، بأن هناك ربما ستكون موجة أخرى أو ربما سيزداد أعداد المصابين نتيجة عدم اكتمال المسح الميداني في بعض المناطق الإيطالية. نعم أحمد، إيطاليا يعني كما هو معروف منطقة يعني أو بلد أصبح الوباء فيه منتشر بشكل كبير، لكن هناك تضارب في طريقة التعامل مع هذا المرض. يعني أمس المملكة المتحدة البريطانية قالت بأنه مرض عادي يمكن التعامل معه على أنه أي مرض يعني عادي، لكن الصين يقولون بأن هناك جائحة جديدة أو جيل جديد من هذا المرض سيتفشى خلال يعني بداية الموسم الشتوي. يعني في إيطاليا كيف يتعاملون مع هذه الأخبار؟
يعني حمزة الآن الإيطاليون بدأوا بمرحلة التعايش عكس ما بدأت عند بدء هذه الأزمة. ربما الإيطاليون كان أكثر البلدان تخوفا وإرباكا بالدول الأوروبية أو في العالم بصورة عامة، لكنهم الآن بدأوا مرحلة التعايش. طبعا هناك العديد من يعني البروفيسورية أو المختصين في علم الفيروسات فندوا هذه الآراء، لكنهم تخوفوا من مع بعض الدول الأوروبية بأن يطرح في الأسواق من يعني بين الشهر التاسع إلى نهاية هذا العام، ربما ستكون نقلة كبيرة أو يعني حماية كبيرة بالنسبة للمجتمع الإيطالي. هم يعني الآن يترقبون هذا العلاج، وبالإضافة إلى يعني الإجراءات الصحية التي لا تزال سارية المفعول لحد الآن، سواء بالنسبة يعني للشركات أو الأفراد أو التنقل أو حتى كل ما يخص المجتمع، هناك إجراءات صحية صارمة، يعني بما معناه أن إيطاليا والحكومة الإيطالية لحد الآن لم تقل أن الفيروس قد انتهى، وربما طيب ستعود جائحة مرة أخرى، لكنهم ربما يستبعدوا هذا الشيء. نعم. في بعض الأحيان. باختصار أحمد لو سمحت، باختصار شديد، يعني الجالية العراقية هناك يعني ما هي أخبارها؟ حمزة، فيما يتعلق بالجالية العراقية، ربما إيطاليا من أقل الدول التي تتواجد فيها الجالية العراقية في إيطاليا. هم يتمركزون في الشمال، يعني بالقرب من مدينة ميلانو في مدينة بولزانو الإيطالية. يعني هناك يعني بعض العوائل التي كانت عالقة وتدخلت السفارة العراقية في إيطاليا وحلحلت بعض الأمور. كان من المنتظر أن تأتي طائرة من الخطوط الجوية العراقية في وقت سابق، لكنها لا نعرف ما الذي حصل بالتحديد، يعني ولم تأتي أصلاً إلى إيطاليا. وبالتالي يعني ربما ليس هناك أعداد كبيرة تذكر بالجالية العراقية الموجودة في إيطاليا، على العكس من الدول والبلدان الأخرى التي تتواجد فيها الجالية العراقية بكثرة. شكراً، شكراً جزيلاً لك أحمد التميمي زميلنا من إيطاليا على كل هذه المعلومات. مشاهدينا الكرام، وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. الوزارة أكدت ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 18712 إصابة، كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1004 حالات. الوزارة أضافت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا بلغ 13375 حالة، فيما يوجد 59 مريضا في العناية المركزة. تعتزم شركة طيران الإمارات تسريح نحو 9000 موظف بسبب وباء الكورونا. رئيس الشركة تيم كلارك قال إن الشركة تسرحت بالفعل عشر موظفيها، إلا أنه سيتعين التخلي عن عدد آخر قد يصل إلى 15%. وأضاف كلارك أن شركة طيران الإمارات ليست في حالة سيئة مثل الآخرين على حد تعبيره. لمدة 10 أيام على التوالي تصدرت ولاية تكساس الأمريكية برفقة فلوريدا الأمريكية، تصدرتا الولايات المتحدة الأمريكية بعدد الإصابات بفيروس كورونا وسط مطالبات بإيجاد الحلول السريعة لهذه الأزمة. تكساس ما زالت تسجل أعلى نسب الإصابات بفيروس كورونا هي وفلوريدا، ليتصدرا الولايات الأمريكية بعدد الإصابات منذ أكثر من 10 أيام، لتتجاوز تكساس 240,000 إصابة وأكثر من 3,050 حالة وفاة، مضطرة الجهات المعنية بزيادة السعة السريرية للمستشفيات وإقامة الحملات الجماعية لزيادة منافذ الفحص الميدانية للمصابين كحملة معا نختبر، والتي هي عبارة عن تعاون على مستوى الولاية للوزراء والكنائس وقادة المجتمع والمهنيين الصحيين والمتطوعين. لقد شهدنا زيادة هائلة في عدد الحالات التي لدينا من كوفيد-19. كان لابد على المستشفى أن يتوسع،
بدأنا أولا ب46 سريرا، ثم ذهبنا إلى 58، والآن أصبح لدينا 88 سريرا. على الرغم من أنها تبدو كثيرة، إلا أنها ليست كافية. لم يقتصر تأثير الفيروس التاجي على الجوانب الاقتصادية والصحية والاجتماعية فحسب، بل أثر على الحراك السياسي، حيث يرفض عمدة هيوستن الاتفاق لتجمع انتخابي يروم الجمهوريون إقامته خلال الأيام المقبلة. في ساعة متأخرة من الليلة الماضية وجهت هيئة الصحة المحلية رسالة إلي تعرب فيها عن مخاوفها بشأن حضور 6000 شخص لمؤتمر الحزب الجمهوري المقرر عقده في 16 من الشهر الجاري في مركز براون للمؤتمرات، وقد أمرت هذا الصباح بالعمل على إلغائه. لا زال السباق قائما بين ولايتي تكساس وفلوريدا حول من هو الأكثر بعدد الإصابات بعد فتح اقتصادهما قبل أكثر من شهر، وحتى الآن. من ولاية تكساس الأمريكية، إيمان بلال، العراقية الإخبارية. مشاهدينا الكرام، الآن عبر خدمة سكايب تنضم إلينا زميلتنا إيمان بلال من ولاية تكساس. أهلا إيمان. الأخبار اليوم تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام ارتفعت أعداد الإصابات فيها بشكل ملفت. نعم فعلا، زيادة كبيرة بعدد الإصابات بعدد من الولايات وليس جميع الولايات. نعم. تتصدر هذه الولايات فلوريدا تليها تكساس بعدد الإصابات. طبعا البارحة كان يعني آخر تعداد للإصابات هو 240 ألف إصابة، اليوم وصلنا إلى 247 ألف إصابة، بالإضافة إلى زيادة 30 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي 3000 وقريب 100 حالة وفاة في تكساس وحدها. الأطباء والخبراء والمعنيون عملوا غرف طوارئ لمعرفة آلية هذه الزيادة ونسبها أين تكمن، أي فئات أكثر. شخصوا أن أكثر الإصابات في الآونة الأخيرة سيما الأسبوعين الماضيين تكمن مع فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عام. هذه الفئة طبعا هي أكثر مناعة من ذوي الأمراض من كبار السن، ما قلل نسب الوفيات. طبعا احنا بالفترة الماضية كنا نتحدث عن نسب وفيات ارتفعت تجاوزت 2%، اليوم تراجعت النسبة لأقل من 1%، قد تصل إلى 0.5%. هذا رقم مبشر بالنسبة للأطباء وخلايا الأزمة التي تعمل بجهود حثيثة من أجل تقليل هذه الإصابات. طبعا أسباب عديدة. طبعا هو تسألك إيمان لو سمحتي، يعني كثرة الخبرات الطبية، كثرة العقول الطبية المعروفة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، لكن لحد اللحظة لم يتوفر هناك علاج أو بوادر لعلاج. والله هو يعني لحد الآن لا علاج ولا يعني أي بادرة نعم للقاح ضد هذا الفيروس. نعم. حتى أن أحد الخبراء قال أن يعني أفضل الأحوال سيكون بعد 12 شهرا قد نجد لهذا الوباء حلول، ولذلك نطلب من المواطنين الالتزام بكل الإجراءات للحفاظ على سلامتهم حتى 12 شهر في القادم. يعني هذا الأمر يشير إلى أنه جميع الأبحاث لن تصل حتى اللحظة إلى أي شيء حتمي. طيب نعم حمزة، قبل مدة يعني كان هناك لجنة من الصحة العالمية تتوجه إلى الصين لمعرفة أسباب تفشي هذا المرض، خاصة بعد أن أعلنت الصين عن إيجادها للقاح وبدأت بتجريبه على القوات العسكرية الصينية. يعني هناك الكثير من التجارب في الصين، في روسيا، حتى في أمريكا، لكن ليس يعني أشياء حتمية أو نتائج حتمية حتى اللحظة، وإلا
يعني استبشر العالم خيرا مع انه انا لست مختصة بهذا المجال. نعم. لكن حسب متابعتي زميل حمزة يعني الكل يسعى و يعني مراكز البحوث العالمية الكبيرة في عموم العالم ما زالت تسعى لهذا الشيء. نعم. لكن حتى اللحظة لم نجد أي بادرة. طيب في المناطق إيمان في المناطق الفقيرة إذا جاز التعبير بشكل عام يعني كيف تتعامل في ظل التحوط الكبير؟ هي المناطق الفقيرة يعني قصدي هل الحكومة تساعدهم مثلا؟ أكيد خصوصا تكساس لا توجد فيها مناطق بعينها فقيرة. قد توجد أسر قد توجد يعني عينات مجتمعية متفرقة في عموم. نعم. مناطق تكساس هناك الكثير من عوامل المساعدة لهذه العوائل منها القروض خصوصا للشركات الصغيرة إذا كان مشروع قد أغلق بسبب هذه الجائحة هناك قروض لإبدال هذا المشروع أو لتطويره أو لتوسيعه. العوائل الفقيرة لديها منح إغاثة مستمرة لديها كارتات للطعام الشهري وإذا لم تكفي هناك بنوك طعام متعددة بعموم الولاية أي شخص يحتاج لهذه المساعدات يذهب دون أي طلب أو دون أي معاملة رسمية أو مثل ما يقولون يعني مراجعة لأي دائرة أي شخص يحتاج يذهب لهذه البنوك ويحمل ما يريد كي لا تقع الولاية أو حتى عموم أمريكا في مشكلة أخرى وهي مشكلة سوء التغذية. نعم. أو ما شابه. أيضا هنالك الكثير من المبادرات الصحية والطبية التي انتشرت في ولاية تكساس خلال هذه الفترة منها ما هو لزيادة السعة الاختبارية في عموم الولاية فتح منافذ كثيرة فتح مجالات كثيرة تساعدت الولاية الحكومة الوزراء مع الكنائس مع المنظمات مع الكوادر الصحية والمراكز الصحية بهذا المجال من أجل زيادة عدد الفحص وأيضا هنالك فرق أخرى للمساعدة الطبية انتقلت من المناطق الأقل تضررا في الولاية إلى المناطق الأكثر إصابة كتكساس كهيوستن كفورسورث حتى إلى سان أنطونيو ذهبت فرق. هذه الفرق تعمل بشكل طوعي وبشكل سريع بأي مكان يمكن أن يكون فيه خلل أو يحتاجون فيه للمساعدة الطبية. شكرا جزيلا. نعم لك حمزة. شكرا جزيلا لك إيمان بلال زميلتنا من ولاية تكساس على كل هذه المعلومات. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع 2397 إصابة وذلك خلال الساعات 24 ساعة الماضية و188 حالة وفاة. الوزارة في بيان لها أوضحت أن خمسة أقاليم في صحة أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا كما أن عشرة أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس من بينها طهران وأصفهان وشهدت إيران خلال الأسبوع الماضي أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء الوباء منذ تفشيه في البلاد وقد بلغت 221 شخصا يوم الخميس الماضي. أعلنت القوات اليمنية شن هجوم عسكري واسع في محافظة الحديدة غربي اليمن مصادر عسكرية يمنية أكدت أن عناصر تابعة للحوثيين نفذت هجوما على مواقع للقوات في منطقة الكيلو 16 في شرقي مدينة الحديدة وقد خاضت وحدات من قوات ما تسمى بالعمالقة مواجهات عنيفة معهم مشيرة إلى أن شن هجوم جنوب شرقي الحديدة وتشهد محافظة الحديدة منذ نهاية عام 2018 هدنة أممية. تسلمت أطراف الصراع في اليمن مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة المستمرة منذ نحو خمس سنوات. مصادر أممية ذكرت أن مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث سلم ممثلين عن الحكومة والحوثيين والتحالف مسودة معدلة لحل الأزمة اليمنية. المصادر ذكرت أن مسودة الاتفاق تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن والالتزام بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية وتشكيل
تشكيل لجنة للتنسيق العسكري برئاسة الأمم المتحدة ومن عضوية طرفي النزاع لمراقبة وقف إطلاق النار، كما تشمل المسودة تدابير اقتصادية وإنسانية لمعالجة ملفات رئيسة منها الأسرى والرواتب والمطارات والموانئ والطرق الرئيسة بين المحافظات. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الإخبارية، نذكر حضراتكم بأهم ما ورد فيها من عناوين. نبعث رسالة إلى كل الفاسدين، اليوم احنا مرحلة إعادة النظام والقانون. بعد افتتاح منفذ مندل الحدودي الكاظمي يعلن بدء مرحلة إعادة القانون ويتعهد بعدم السماح بسرقة المال العام. هذه العملية هي لضرب الخلايا النائمة وللمضافات اللي زودنا بها من قبل الاستخبارات. في صفحتها الرابعة، القوات المشتركة تدخل بساتين في ديالى لأول مرة، والحصيلة قتل وتدمير أوكار للإرهابيين. المستشارة الألمانية تستبعد السيطرة على كورونا إلا بالتضامن والتعاون الدولي، وطهران تسجل ارتفاعا بأعداد المصابين بهذا الفيروس. القوات اليمنية تشن هجوما عسكريا في محافظة الحديدة، أطراف الصراع تتسلم مسودة اتفاق جديد.